السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. شوفوا الأرانب، طبعا بس يسمعون صوتي أجي كلهم يلتمون، يعرفون أكو أكل راح ياكلون. طبعا دائما عي يطلعون، تعرفون نطلعهم بهذا الترك، نعطيهم مرات مثل ما تشوفون عشب وشغلات الصبح نعطيهم، ومرات العصر هم نعطيهم من هذا، وبالليل نعطيهم تبن. طبعا هذا صار له يومين بالشمس، فما بي اي رطوبة او مي، يعني صاير جاف بالكامل يابس. شوفوا الصغار، بس البقية يجون. شوفوا اللي نطيهم بعد، هاي قشور مع الموز هم مخليها بالشمس، هاني شوفوا ياكلوها، هذه بدها تاكل. فالخضروات الشغلات اي شيء تخليه بالشمس شوية ينشف من الرطوبة يكون افضل. عشب مثل ما تشوفون، خليهم يلتمون نعطيهم بعد. بعد عندي راس الاسد، وطبعا هذا القزم شفتوا عيل حق راس الاسد، يعني شوفوا هو حجمه وين وحجم راس الاسد وين. راس الاسد خاف من عنده وانهزم، خلي اودي لهم هناك جوا. احلى شيء من ياكلون يلتهون حتى لا يظلون يلحقون وراي. بس سد الباب مال الطيور، خلي نشوف منو بقى جوا. شوفوا هذه اخذت القشر مال الموز، بس خلي يصير شويه تركيز بالتصوير. وانهزمت جوا، راس الاسد عياخذوا من عنده، تشوفون متكونين على هذا القشر مال الموز، كل واحد يريد ياكل هو. بعدك وحده هناك هاي الارنبه، تعالوا لا تتكاونون، خليهم ياكلون عشب. طبعا عندي ارنبتين قلت لكم، هذولا قريبا ان شاء الله يولدون، هذه والارنبه الثانيه لونها رصاصي، جهزت لهم اماكن الولاده، لحد الان ما ولدوا، بس ان شاء الله قريبا جدا، يعني ايام معدوده، 3 ايام 4 ايام الله اعلم، ويولدون ان شاء الله. بالليل اخلي لهم تبن بهاي المعالف، طبعا انا المي مخليه على طول يمهم، بس اخلي لهم تبن بالليل. شوفوا هناك هذه مال راس الاسد، وعندي ارنبتين معاه، احبسهم ولو صار لي كم يوم ما عاد احبسهم، يعني اترك هذا الباب مفتوح وهذا الباب مفتوح، اسد هذا الباب، اخلي الارنبه مع صغارها بهذا القفص، ما اسد عليهم القفص، بس اخليهم يعني بهذا المكانين من القفص، والارانب القزم عندي الزوج اخليهم هناك. بالنهار يبقى كل الطريق مفتوح، كلهم يطلعون هناك. الصبح احط لهم اكل هناك حتى يتجمعون، لان تصير شمس هناك، قسم منهم يتشمسون قسم ما يحبون الشمس، بس الحمد لله اشوف يعني اوضاعهم تمام، مرتاحين عن قبل. تعرفون اني من خليت هذه الارضيه بعد ماكو تربه ويحفرون وما اعرف ايش، ماكو كل هاي الشغلات، بس الحمد لله لحد الان كل امورهم طيبه. كان اكو شيء واحد مأثر عليهم اللي هو البرد، تقلبات الجو، شويه كان يصير عندنا تقلبات بالجو وتأثر عليهم. حاليا لا، عندي هذا الانقوره شويه لحد الان وضعه مو تمام، هذا من كان بمحمية الطيور، خلي نطيه ما اعرف اكل هناك ما اكل، طبعا حتى اكله صاير قليل وشوية ضعفان، خليه ما عليه شيء، ان شاء الله بالايام الجاية شوية يستعدل، لان هذه اعراض البرد كلها راح تروح من عندهم، ما بقى برد، الجو حيل طيب حاليا، بالنهار اصلا يصير الجو حار. شوفوا هذول هناك ياكلون هذه القشور مال الموز، طبعا مثل ما قلت لكم هذه خليتها بالشمس تقريبا يومين، حتى هذا العشب كله نشف ما يبقى بيه اي مي، هم يتعقم بالشمس وهم ينشف، ما يبقى بيه رطوبه ما يبقى بيه مي، فيحبوه وياكلوه. هذا انطيهم الصبح من عنده، ومرات انطيهم خضروات كذا، خبز يابس اذا عندي انطيهم، حاليا حتى خبز يابس ما عندي، فانطيهم عشب وتبن بالذات بالليل، اهم شيء بالليل التبن، يعني بالليل اذا يجوعون حتى ياكلون تبن، لان التبن زين لهم مثل ما قلت لكم بالفيديوهات السابقه، ما يخلي عندهم انتفاخات،
ما يخلي عندهم تكرمون سهال او شيء، هم هذه كلها تروح من ياكلون التبن. الطيور ان شاء الله هم راح اصور لكم فيديو وينزل اليوم. انا مخلي لهم اكل بالقاع، عندي قسم فقس البيض مالهم، هذا راح ينزل بالقناة الثانية، رابط القناة بالوصف. هذا كان كل شيء بخصوص فيديو اليوم. اعرف انه الفيديو صار قصير بس ماكو يعني شيء جديد، هذه التفاصيل اللي شفتوها بس، ما عدنا بعد مستجدات. ان شاء الله قريبا بس يولدون الارانب هم اصور لكم. وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.